كاتب جاوي منظمة الديمقراطية للشغل في مدينة مطار، جينا تنشاركوا في هذه المسيرة لمنظمة الديمقراطية للشغل ضد نظام التقاعد وكذلك ضد نظام العقد التعاقد اللي اصبحت الوزارة تحاول تخلص من الموظفين وتخلص كذلك من الخدمات الاجتماعية الأساسية. لهذا نحن اليوم نعبروا على غضبنا وعلى غضب الموظفين والأساتذة وجميع الطبقة العاملة على التراجعات الخطيرة التي تتعرفها حكومة بن كيران التي أشرفت على نهايتها، وأننا تنحرج أن هذه الحكومة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد بهذه السبب تصريحات غير مسؤولة للوزير الأول. وهذا اليوم احنا تنمسوا وتنطالبوا باش يكون حد لهذه المهزلة هذه، وتنطالبوا كذلك من الشعب المغربي أنه يفهم اللعبة وأن يتخلص من هذه الحكومة اللي هي حكومية رجعية حكومة تراجعية. وشكرا.